السلام عليكم الناس الزوينين، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. عواشركم مبروك، عيد مبارك سعيد، باش ما تمنيتوا ان شاء الله كل عام وانتم بخير، كل واحد وداك الشيء اللي كيتمنى الله يسخر ليه فيه ويستر ليه فيه الامور ديالو ان شاء الله. اليوم كما شفتوا في العنوان، واخيرا قدرت ان شاء الله نعاون، يعني نعاون نساعد المتتبعات ديالي من المالي الخاصه. كما كتعرفوا انا ما عنديش لا الجمعيات، ما كيصيفط ليا حتى شي واحد. مره كنبغي نفرح المتتبعات ديالي، كنت حطيت لكم البوست في التيك توك وفي لي ستوري، وكيفاش تموا هاد المساعدات وشحال ديال الفليسات اللي غنصيفطوا اليوم المتتبعه ديالي. كيما شفتوا في العنوان، المساعدات اللي غنصيفطهم للمتتبعات ديالو، وغادي نفرحهم في هاد العواشر. كيما عودتكم مره كنبغي نفرح شي وحده من المتتبعات ديالي. راني ديجا حطيت لكم البوست في تيك توك وفي انستغرام، قلت لكم اي وحده محتاجه لشي مساعده تحت النوع ديال المساعده، باش ان شاء الله مره كل ما كنقدر نعاون شي وحده كندخل عند شي وحده اللي كتكتب الكومونتير ديالها من طبيعه الحال، وكتخلي الرقم ديالها في الكومونتير. كويندي الحمد لله، هادشي اللي غادي نشرحوه لكم في هاد الفيديو. غادي نشرح لكم العيد ديالنا اختي كيفاش تم اليوم. كما كتشوفوا اختي الحيمات جبتهم اليوم، يعني حنا ما كندبحوش هنا في الطاليان، حيت الا دبحتي كاينه الخطيه حتى والطوميله يورو او لا 8 د المنايل ديال الخطيه. الا جبتي الحلو ودبحتي ليه في الدار وصوبتيه في الدار، الا حصلوك مشيتي فيها تبقى تخلص الغرامه حتى تندم على النهار اللي عيتي فيه. كوين داختي باش نتفاداو المشاكل ونتفاداو هذا الشيء، كندومانديوه عند العرب، كنعيطو عليهم جوج سيمانات قبل العيد، كنقول لهم حنا بغيت الحولي مثلا ديال 16 كيلو ولا ديال 20 كيلو، صافي كيدومانديه ليك النهار العيد اللي هو اليوم. مشيت اختي جبت الحولي ديالي مقاد ونقي وكلشي، مقطعو حتى دخلت شتو يعني صاين، صافي قلت ليه على كيفاش غادي يقطعوه ليا. هادشي اللي غنشرحو لكم، وغادي نشارك معكم المساعدات كيفاش غادي يتم. خليوكم مع الفيديو، توحشتكم بزاف، غبرت عليكم الغبره ديال بصح، راه غير كنت عيانه ومريضه ودرت العمليه الحمد لله، يعني كلشي داز بخير وعلى خير. باقا كندير الترويض، ولكن الحمد لله كندير الترويض على رجليا وعلى ظهري، ما شكيت عليكم عنده هاد الفقرات تمحاو ليا، عندي ثلاثه هنا وعندي ثلاثه هنا تمحاو، ويندو كيعطوني الصداع. كندير الترويض غير كيبردوا شويه الالم، اما العلاج ما كاينش. هذا الشيء اللي كاين، خليكم معايا باش نشرح لكم العيد ديالنا والاجواء ديال العيد ديالنا، ونشرح لكم على المساعدات، وغادي نخرجوا باش نصيفطوا المتتبعه اللي اختارتها، باش ان شاء الله نصيفط لها المبلغ ديالها وشنو اللي غادي ديروا حتى نتوما باش ان شاء الله تستفدوا. خليكم مع الفيديو. ها نتوما اختي قلت ليها اقطع ليا الكوبليت، ها هي هادو اختي الرجلين ديال الحولي، واحد قطعو ليا هبره، قطع ليا شويه ديال الهبره باش نديرها بها بالسيك، وهذا قلت ليه غير يضربوه يخليه صاين ويضربوه باش ان شاء الله غنحمروه في الفران. وهادو هادو الضلوع ديال الحولي حتى هما، غندور لكم الكاميرا باش يبان لكم اكثر. هادو بغيت ندير بهم ان شاء الله القديد اختي حداديت، وهادو الكتاف ديال الحولي حتى هما ضربهم بجوج، قلت ليه زعما غير ضربهم باش غادي ان شاء الله نديرهم في الفران. ها هما يا اختي، ها هما. المهم هاد الطرف كلهم ما عرف ديال الرجلين وديال الضلوع دائما. وهذا يا اختي الراس هانتوما قطعوه ليا على جوج، ولكن هاد الجهه انا ما كنحملهاش ما عرفتش. المهم بغيت انا نحيد ليه غير المخ، حيت مال الدار ما كياكلش ليا الراس، وحتى انا ما عنديش معاه. المهم غنحيد ليه داك المخ، عجبني اختي. هذه الكبده، هذه الكبده ها الدواره. المهم اختي غادي ندوز دابا ان شاء الله نصوب هاد الشيء كله، وغادي نعاودو نتلاقاو باش غادي نكمل معاكم
الفيديو ديالنا اللي غادي ان شاء الله نخرج معاكم باش غنصيفطوا للمتتبعه وغادي نقول لكم كيفاش تمت العمليه من الاول حتى الاخر باش تفهموا باش حتى نتوما تكون عندكم الفكره. بغيتوا المساعدات مره اشنو اللي غادي ديروا ان شاء الله باش تستافدوا مع وصفه ملكه. خليكم مع الفيديو. نتوما اختي قربت لكم، هذه هي الكوتليت اللي قطعها ليا، وهذا الرجل، وهذا واحد الرجل، هذا قطع ليا منه الهبره، وداك الشيء الاخر قطعوه الطراف، ما عرفت فين كاين هذا الهوا ما شفتهم. هذا الرجل العظم ديال الرجل كنظن ها هما جمع ها هما هنا شفتو، حيد لي غير الهبره وداك الشيء الاخر ها هما العظم. وهذا رجله اوي مشات الحيمه، هذا الرجل قلت ليه غير يضربوه باش غادي نديروه في الفران، هو والكتاف ها هما بجوج، الكتاف بجوج. هانتوما يا اختي ما شاء الله، هذا غندير بهم القديد كما قلت لكم الجوع، غندير بهم القديد وهذا الطراف. هذا اختي الراس اللي ما كنحملش انايا، بغيت غير هذا المخ، هذا المخ اختي اللي بغيت انايا. ايوا اختي هانتوما هذا الريح غادي نلوعها ما عجبتنيش، غادي نخلي غير الدواره وغنخلي الكبده. هذا هو العيد ديالنا يا اختي، غادي ندوز دابا باش نديرو الشواء. غنمشي لأستير يونيون باش غادي نصيفط المتتبعة ديالي كيفاش تواصلت معايا، اشنو اللي دارت، وكيفاش عرفت باللي كنساعد الناس. هاد الشيء كله اللي غادي نشرحوه لكم في هذا الفيديو، باش حتى نتوما الى شي وحده محتاجه لما لا تبع الطريقه اللي تبعتها هاد السيده باش ان شاء الله تستفد. خليوكم مع الفيديو، دابا غادي ندخل باش نصيفط ليها وغادي نخرج باش نكمل لكم ان شاء الله الفيديو. خليكم معايا، الى عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك وتبارطاجوه مع الاصدقاء ومع الحباب باش ان شاء الله كلشي يستافد. الى بغيتوا بحال هذا النوع ديال الفيديوهات ديال المساعدات كتبوها ليا في الكومونتير، قولوا ليا شنو بغيتوا، واش المساعدات ولا بغيتوا الهجره ولا بغيتوا فلوغات ولا الوصفات، رايكم كيهمني وكنقرا كاع الكومونتيرات ديالكم وكنجاوب على كل شيء. خليكم مع الفيديو. ها انتم خرجت من أستير يونيون، صيفطت المتتبعة ديالي داكشي اللي قسم الله. الا بغيتو حتى انتم ان شاء الله تستافدوا وتوصلكم يعني شويه البركه حتى لداركم، خليكم مع الفيديو. قلت لكم دابا غنمشي للدار وغادي نصيفط ليها النمره باش ان شاء الله غدا تمشي تخرجهم، حيت اليوم جا السبعه ديال الليل ورماي هذا الشيء اللي كاين. خليكم معايا والله الا فرحت. ها نتوما شفتوا الفيديو ديالنا، المتتبعه ديالنا خرجت صيفطت ليها 100 يورو من المال الخاصه، واخا قليله ولكن داك الشيء اللي قدرت عليه حاليا، ان يعني راني فتحت على رجليا، وكما كتعرفوا هذه مده وانا جالسه في الدار، ولكن مره كنبغي نفرح شي متتبعه ديالي. داك الشيء علاش كنحط لكم البوست مثلا في التيك توك على هذه المساعده، حطيت الفيديو في التيك توك وحطيته في انستغرام. اول وحده دخلت عندي هي هذه، هذه السيده غير حطيت البوست وهي دخلت عندي وخلات لي الكومونتير ديالها، قالت لي رانا محتاج للمساعده، يعني داك الشيء اللي قدرتي عليه ما عندي حتى مشكل، سواء مبلغ مالي سواء يعني صيفطي لي الحوايج ديال الدراري، سواء يعني قالت لي اللي قدرتي عليه صيفطي لي. صافي خلات الرقم ديالها، خديت الرقم ديالها وتواصلت معاها وصافي. لقيتها دائما كتفاعل مع الفيديوهات، يعني اي فيديو كنت كنحطوه كتفاعل معاه، ديما كتحط لي الكومونتير الزوين، ديما كدير لايك. كويندي هاد المساعدات فقط للمتتبعات اللي كيتفاعلوا، حيت كاينه بعض المرات كنلقى الكومونتير ديال شي وحده كتقول لي محتاجه ما دارت لا بوني، ما كتفاعلش، ما كتخليش لايك، ما حتى حاجه. داك الشيء كله كيبان ليا، كيبانوا ليا الناس اللي كيتفاعلوا والناس اللي ما كيتفاعلوش. كويندي باش نشجع المتتبعات ديالي يتفاعلوا ان شاء الله، مره غادي نحط لكم هذه المساعدات اللي كانت من النصيب ديالها وديها. كما كتعرفوا انا ما عندي لا الجمعيات لا والو، غير انا كنبغي نفرح الناس، ولا يتبت الاجر. وعواشركم مبروكه وعيدكم مبارك سعيد باش ما تمنيتو ان شاء الله، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وبالهنا وبالراحه البال يا ربي امين. اليوم حنا الحد عيدنا، والمغرب غيعيد غدا، هذا الشيء اللي كاين
يعني المبلغ مالي صيفطو اليوم وغادي يوصل للمتتبعه اليوم ان شاء الله. انا عطوني واحد الرقم كان في الورقه، قالوا لي هذه الورقه دابا نشوف فاش صيفطت الفلوس للمتتبعه ديالي. هنايا كاين المعلومات الشخصيه ديالها والمعلومات الشخصيه ديالي والادريسه ديالها وكل شيء. عطوني واحد الرقم هنايا، قالوا لي هذوك ديال ويستر يونيون، قالوا لي هذا الرقم كتعطيه لهذاك الشخص اللي في المغرب، هذاك الشخص هو غيمشي بلا كارت ديالو غادي يخرجهم. والحمد لله غير صيفطتهم صيفطتهم في ويستر يونيون وخديت هذا الرقم. ما غنقلب لكم الورقه ان الاحترام المعلومات الشخصيه ديال الناس، ما غنشاركش معكم المعلومات الشخصيه ديال الناس حيت هذا الشيء برايفسي، فهمتوا داك الشيء؟ علاش كويندي عطيت ليها انا درت ليها التصويره الورقه كامله صيفطتها ليها، قلت ليها شوفي البلاصه اللي قريبه لك دي معك غير لاكارت ديالك ووري لهم هذا الرقم غيضربوا بلاكارت ديالك وغادي يخرجوا ليهم 100 يورو اللي صيفطت ليها، ولا يثبت الاجر والله يسهل على الجميع ان شاء الله. هانتوما عواشركم مبروكة، عيدكم مبارك سعيد عاوتاني باش ما تمنيتي ان شاء الله. الى اللقاء.